السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. 3 سنين ما عملت ولا فيديو لأنه ماني ملاقي في شيء مهم أحكيه يعني أو يستفيدوا منه الناس. بس هلأ لقيت شغلة كتير مهمة لازم الناس تعرفها، الناس اللي بتفكر تنتقل لألبرتا ولأدمنتون تحديدا. يعني أخي أنت جاي من أونتاريو أو حتى جاي من برات البلد وبدك تعمل لاندينج، ابدا ما تفكر تروح على ادمنتون للاسباب التاليه. رح اقول لك الاسباب اللي خلتني اعمل هذا الفيديو. اول شغله سياره الاسعاف، اذا انت طلبت سياره اسعاف لاي سبب بتدفع $385 اجره السياره. يعني انا سمعت ناس عامله حوادث بالطريق، بيجي بيقول له البوليس او بيقول له حدا من اللي موجودين جيب لك سياره اسعاف، بيقول له لا يصدر حربك $385. طيب هي يعني وين التغطية الصحية صفية؟ تدفع 305، والله ما شفتها ولا ببلد بالعالم إلا بأدمنتون بألبرتا، يعني خلينا نحكي ولاية ألبرتا مدينة أدمنتون. هي أول شغلة. الشغلة الثانية طبعا بأونتاريو أدوية الأطفال مغطاية لسن يمكن 24، بضلوا بيغطوا أدوية الطفل. بأدمنتون لا يا بي، أنت إذا دخلك يعني 24 25 ألف دولار بالسنة أنت بدك تدفع حق أدوية، ما في. طبعا مين اللي ما بيدفع حق الأدوية؟ اللي قاعدين على الولفير، بس هدول الوحيدين اللي ما بيدفعوا حق أدوية. أما أنت عم تشتغل بتعمل لك 3000 ورقة بالشهر، $3000 بالشهر بدك تدفع حق أدوية. يعني أنا ما كنت أنصح بحياتي حدا يروح على الولفير، لكن هالأيام هاي نصيحة أخي لا تشتغل، روح على الولفير خد ادويتك ببلاش. وحتى سياره الاسعاف هي اللي قارقتني اكثر شيء انا كمان هي بيحطوا لك اياها ببلاش لانك على الفير، لانك ما عم تشتغل. اما اذا كنت بني ادم فعال بالمجتمع وبدك تشتغل بدك تدفعهم. المدارس، في اي شغله غريبه يعني بأدمنتون في نص ساعه غدا بالمدرسه، فانت يا اما بدك تروح تجيب ابنك على البيت تغديه وترجعوا، يا اما اذا بدك تتركه يتغدى بالمدرسه بدك تدفع مصاري على قعدته نص ساعه الغداء. طيب ليش؟ انا ما عم بفهمها. قال شو؟ والله في حدا يعني بده يراقب لك ابنك، بده يدير باله على ابنك بفتره الغداء. علما طبعا باونتاريو بكيبك بهالقصص كلها هي مو موجوده. الالعن انه باص المدرسه بمصاري، وهي مو موجودة بأونتاريو. بأونتاريو الباصات ببلاش. لا بأدمنتون أخي أنت يعني تعايش بألبرتا، يعني بدك تدفع أجار الباص تبع ابنك. هلا ما بعرف إذا الولفير ببلاش ولا لا، بس يعني بالنهاية في دفع جرجرة باص. أنا كل عمري كنت واقف ضد الولفير. أنا هلا بشجع الناس اللي دخلت $3000 و2500 دولار وعايشة بأدمنتون، لا ما يشتغل أحسن له، يقعد يطق حنك ينبسط وادويته ببلاش والاسعاف ببلاش وكل شيء، ثلاث اربع شغلات ببلاش. لسه في شغله رابعه مهمه. هلا معروف انه ألبرتا هي ابرد منطقه بكندا على الاطلاق، ومعروف انه ألبرتا هي ولايه النفط، يعني الخليج تبع كندا يا بي، هنيك منبع النفط. لكن انا تفاجأت انه اسعار الغاز بألبرتا اغلى بكثير من اسعار الغاز بأونتاريو. يعني انا بتذكر فاتوره المي والكهرباء والغاز بأونتاريو يعني بعز دين البرد ما بتوصل $400. نحن عندنا اقل فاتوره $700 بهون بأدمنتون. يعني $700 يعني انت جاي على أدمنتون على بلد النفط وعم تدفع كثير. يعني مره انا قعدت شيكت على الفاتوره انه ليه كل الأد. فمن الشغلات اللي لفتت نظري انه حاطين لك $100 بالفاتوره فرنشايز. لا ما شوف شو بدي بالاسم، انا بدي غاز، شو بدي بالاسم؟ يعني ليه يعني شو هي فرنشايز $100؟ ففي عندك فرق $300 بالشهر هدول بين، طبعا هذا الحد الادنى لانه ممكن توصل فاتورتك $1000 بالشهر. إذا أنت مفكر تجي على أدمنتون لازم تعمل هالحساب هذا. طبعا هلا حدا بيسأل ليش أنت رحت لأدمنتون؟ لأسباب عائلية اضطريت أطلع لأدمنتون يعني. المهم هلا الشغلة اللي أنا رح أختم فيها هذا الفيديو، ويمكن ما أختمه فيها كمان ما بعرف، بس حسب
أنا تفاجأت أن السنة الماضية ارتفعت نسبة الجريمة بأدمنتون 137% عن السنين اللي قبلها، عن السنة اللي قبلها. بتعرف شو يعني هذا الحكي؟ يعني احنا عايشين بخطر وقت بترتفع نسبة الجريمة 137%. طبعا عدا أكون عن أنه أوكي البرد يعني عندك بتوصل ناقص 50 ناقص 52 كذا، أولى مشكلة البرد محلولة. يعني أنت بتقعد بالبيت يا بي وبتشغل الفرنس اللي على الغاز يلي غالي وبتجيك فواتير الله مولاها. كثير في شغلات على فكرة أنا ممكن أنتقدها بألبرتا ما أنا منطقية وما كانت موجودة. أنا ما بعرف ليش هالتغير هاد. يعني أنا بستغرب إيش معنى، يعني وين صفية التغطية الطبية إذا الولد الأدوية تبعه بمصاري بينما بأونتاريو ببلاش؟ لك حتى الأسنان بأونتاريو أنت بتقدم طلب مباشرة بيشوفوا الولد بيعطوك إياه ببلاش إذا كان دخلك مثلا 30-40 ألف بالسنة، يعني بهالحدود بأنه بيراعوك. لا لا بألبرتا ما في، يعني بدك تدفع شو على كيفك؟ انت جاي تعيش بألبرتا، جاي تعيش بالجنة، بدك تدفع. طبعا هلا نحن بما اني انا يعني الاصل سوري، لانه انا هلا كندي يعني ما بس ما انه الاصل سوري. طبعا يلي بيقول لك انه الجاليه السوريه متفقه باي مدينه بكندا، قال له يا زلمه انت وين عايش؟ وين عايش؟ الله وكيلكم انا من الاشخاص يلي اتصلت باحدى الجمعيات وقلنا لهم اخي نحن بدنا ننتسب لكم. يعني شوفي انه جاي جديد على البرتا وانه اوكي نحن بدنا نفوت على الجمعيه. طبعا بيشوفوا شو خلفيتك السياسيه السوريه وعلى اساسها يا بيطنشوك ما بيردوا عليك، يا اما بيطنشوك وما بيردوا عليك اذا مو على مزاجهم. اما اذا على مزاجهم يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا، ممكن يجوا لعندك على البيت. يعني بالنهايه حتى السوريين كمان 500,000 مجموعه و500,000 شو بيعرفني، وكل يوم تسمع في جمعيه شكل، وكل يوم تسمع في جماعه تكتلوا قالوا والله بدنا نساوي نحن جمعيه ونحن اساس السوريين ونحن اساس ما بعرف شو قصص. يعني لا تعتقد انت انك اذا رحت على البرتا فأنت رايح يعني واو. صحيح مشان الشغل كذبة، يلي بيقلك أنه الشغل بألبرتا مقتل بعضه وبأدمنتون تحديدا، أي كذبة كذبة كذبة. والله العظيم وضع سيء جدا. أنا على فكرة رح أترك أدمنتون وأرجع على مدينتي الحبيبة وينزير. لا بصراحة أنا تركت كندا كلياتها. الفيديو الثاني رح أحكي لكم أنا ليش تركت كندا وليش جيت على دبي، لأني أنا هلأ عايش بدبي وهذا الفيديو من دبي عم بيصير. هي هيك لمحة بسيطة عن أدمنتون. صعيب يقولوا لك أنه إيه منسيب، يقولوا لك أخي إيه بس هنيك 5% التاكس، يعني الضريبة هي تبع وقت بتشتري شغلة بتدفع ضريبة. لك مزبوط 5% بس أنت قديش حتشتري شغلات بالشهر توفر فيها؟ يعني انت بتوفر بالشهر عن عن شو اسمه عن اونتاريو يلي هي 13%. خلينا نقول اخي اذا انت اكلك وشربك ومصروفك هذا 2000 دولار يا سيدي، تمام الحكي، فهي رح تفرق معك 80 دولار بالالف، يعني 160 دولار بالالفين. لك عم ياخذوها اجرة سيارة اسعاف نصهم. بالنهاية تدفع اجار الاسعاف. نصيحة لوجه الله، لا حدا ينتقل لأدمنتون، لا حدا ينتقل لألبرتا. ألبرتا كذبة كذبة كبيرة حقيقة. يعني هلا طبعا رفقاتي تبع وينزي راح يقولوا ما قلنا لك ما بعرف شو. أخي أنا انتقلت مجبر، يعني انتقلت كرمال يعني لظرف عائلي، تمام الحكي، مشان ما نتفرق، يعني لأنه يعني ابني إجا شغله هنيك فنحن حبينا نقعد نحن الكل. هذا اللي حبيت احكي لمحه عن ادمنتون. طبعا انا كل ما بكتشف شغله سلبيه بادمنتون او بكندا رح اضلني احكي عنها. انا هيك اخي الله خالي، مثل ما حكيت عن كندا شغلات بتطير العقل، اليوم وقت اللي عم نشوف شغله لها 10 سنين ما تغيرت سلبيه معناها لازم نحكي عليها. السلام عليكم.